مرحبا يا أصدقائي، رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن عملية أخرى من عمليات الكاملين، وهي الـ 2D تاشي، 2D تاشي أو 2D بوكيت أو تفريغ جيب. راح نقوم بعملية تفريغ لهذا الجيب. ونحن ضمن أوامر الكام نروح على الـ 2D، نختار 2D تاشي. أول أمر هو اختيار الأداة. دائما قلنا البرنامج اختارنا الأداة السابقة. أداة قطرة 8 ملم، العمق 20 ملم. في هو النقطة رح نجي نقيس. ليش أخذنا 8؟ عندنا هاي النصف القطر هاي 10، فيفضل يكون أداة أصغر من هون، أو بعملية الفينش نختار أداة أصغر من هذا النصف القطر. فرح أعمل عملية التخشين والتنعيم بعملية واحدة، لهيك اخترت الأداة أصغر. والعمق، العمق هذا من هون لهون هي 20، والأداة فعليا هي 20 مكان القطع، فما بيصح بهاي الأداة، إنه تكون لازم تكون أداة أطول شوي مكان القطع أقصد. تذكر هذا أصدقائي. نقطة أخرى، جميع معطيات القطع والتغذية اللي عم تلاحظه هون هي عشوائية وتلقائيا عم تختار، فنحن بس عم نشرح البرنامج كيف تختار، كيف بدك تنفس. أما معطيات القطع والتغذية فهي إلى حسابات، هاي هي كلها عم تدخل عشوائية. الأداة قطرة 8 ملم هي صغيرة لهذا العمل، عندنا جيب تفريغ، فيفضل تكون أداة أكبر، ولكن في تستعمل عملية فينش عملية أخرى تختار أداة أصغر لهذه الجيوب تنفذها. فنحن راح نستعملها بأداة واحد مشان ما أطول بالفيديو. راح نجي على الجيومتري. الجيومتري اختار أي حافة أو وجه. حافة، هاي اخترت الحافة. إذا أنت حابب تدير القطعة راح يكون في هذا الشكل، راح تلف هيك. إذا أنت حابب تعكسها لاتجاه تاني، كل ما عليك تضغط على هذا الزهم الأحمر. راح نجي على كل ما يخص مسافة الأمان وتراجع إلى آخره. التراجع هذول راح نتركه مثل ما هني، مسافة الأمان نتركه مثل ما هني. يقول فورشوب هو هي، فورشوب هو كمان نتركه مثل ما هي، أو راح نختار أمرين هون عندهم، هي أوبر هو هي والإند هو هي. الأوبر هو هي السطح العلوي، سطح العلوي، هذا هو السطح العلوي. والإند هو هي، الإند هو هي هي آخر منطقة لعملية القطع، أو السطح السفلي لعملية القطع. فهذا السطح راح نجي هون، هون التوليرانس 0.1 نتركه مثل ما هي. هون القطع راح يكون اللينكس، الأداة راح يكون يسار الخامة. هون راح يكون راديوس، حكينا عن هذا الأمر، نتركه مثل ما هني. هاي النقطة اللي حكينا عنها، قلنا راح ننفذ العمل هذا بأداة واحدة. شليه دور كانجي هون بدك تفعله إذا أنت حابب تستعمل أداة واحدة، أو إذا بدك تترك ماتريال عملية الفينش تستعمل أداة ثانية. راح ألغيها، راح أجي هون راح أنفذ. يقول لي هون عدد الباصات، على سبيل المثال راح أعطيها خليها باصين. هون الكبير سوشتيلونج هو قيمة باص الأخير، قيمة باص أخير للتنعيم 0.8. راح أقول لا، خليها 4، 0.4. هون الأين والأوس فارت فور ألي دورخ غانجي، شليه دورخ غانجي. يقول عملية النزول وكل باص بدك إياها الأداة تنزل وتطلع لفوق، ما في داعي لهذا الأمر. هون التغذية، التغذية خاصة لعملية الفينيش، هون التغذية خاصة بعملية الفينيش، انت فيك تتحكم في الباس الأخير. هون شليخ دورا غانج بدهول، هون يقول لك آخر باس، آخر باس بنفس المكان، نفس التغذية، كل شيء نفسه، بس انه عملية إعادة، عملية إعادة تعمل إذا انت حابب تفعل. هون الأوبلابونج باي شليخت بأربايتهم، يقول الدخول والنزول تكون نفس النقطة. يا أصدقائي،
إذا الأداة دخلت عندي في هاي النقطة، قطعة خلصت بدها ترجع تطلع من هاي الزاوية، فاحتمال تترك الماتريال أو تترك لأي شيء أو تسبب تكون مبينة، فأنا بدال دخلت من هون في هذا الاتجاه، فأنا يفضل إنه أدخل شوي ضمن مكان اللي اشتغلت فيها وأطلع. فعلى أقل التقدير إنه آخذ نصف أداة القطع، نصف قطر أداة القطع. فالأداة هي 8 مليمتر، على الأقل أعطيها قيمة 4 مليمتر، إنه 4 مليمتر تدخل مكان اللي قطعت. راح أقول له أوكي 4 مليمتر. الاتجاهين لا خليهم. هذا الأمر قيمة الماكسيمال فيستروم أعطيه على سبيل المثال 1.5. هون المورف سبيرالين بأربعته. أحيانا الصورة تعبر أكثر من الشرح. مثل ما بتلاحظوا في عنا اليمين واليسار. باليسار عملية القطع صايرة إنه كأنه مستطيل عم تقطع، خطوط مستطيلة أو الشكل صاير مثل مستطيل بالقطع، والتاني صاير سبيرال أو دائرية. فأنت حابب تقطع على الشكل المستطيل إذا تركت الأمر بدون تفعيل، أو حابب تقطع على الشكل دائري. هون في عنا زوايا، في عنا أحيانا زوايا حادة، فهون عنا نصف القطر ما بنفعل هذا الأمر. إذا أنت حابب تترك متريال، إذا تفعلها بدك تحط متريال. هون في نقطة، قلنا الأداة قطر 8 مليمتر والعمق هو 20 مليمتر. فعملية القطع، إذا أنت حابب تقسم عملية القطع، فأنا ما راح أقسم عملية القطع كثير، فقط راح أعطيها 2 أو أقسمها على مرحلتين. هون العمق القطع في كل شوط عموديا في اتجاه محور الزيت، أنا أعطيتها 10 مليمتر. فنحن مثل ما حكينا واقعيا هذا احتمال تكون الماتريال هذا كتير للأداة، أداة ما تتحمل. فنحن مشان ما نطول الفيديو أو ما نطول بالبرنامج اللي راح نطاله، هون عدد الباسات، هون بدك تعطيه عدد الباسات. هون الشليخ تيفن سيشتين، هون نقطة ننتبه، هون في عملية أو الأفقية في هذا السطح وليس عموديا، الأفقية. هون يقول إنه شليخة النور فقط في الباس الأخير، اترك هذا ليس شو هدول الأمر حكينا في الفيديو السابق عنه. قلنا هون كمان بيقول إنه إذا نترك ماتريال عملية فينش ما راح نسمى كليتون فلتر التنعيم، الفوشوب أوتوميرونج، قلنا هاي ما يخص في الزوايا وهيك مشان نخفف التغذية، نتحكم في تغذية الزوايا مشان نخفف عن الأداة. هون شنو الفوشو مود؟ نوع التغذية السريع، هون انه نسمح الأداة بسرعة تطلع لفوق. هون يقول أدنى مسافة التلامس بين السطح الخام والأداة 11 مليمتر كتير، خليه 2 مليمتر. انه الأداة لما ما يكون في داعي أو ما في أي تصادم تبقى تحت، ما بتطلع لفوق كل مرة كل باص، قول أوكي خليها تحت. هون أكبر قيمة أعطينا 50 مليمتر، وهون صفر. هون الدخول والخروج حكينا عنها في الفيديوهات السابقة. هون متريال انفارت، هون النقطة المهمة. هون شكل القطعة لما بدك تدخل فيها، عندنا كذا شكل، عندنا سبيرال، عندنا فور بورن، في عندنا انتاوك، في عندنا زجزاج، بروفايل وإلى آخره. راح نكون على هذا. طبعا في هون كمان إلى معطيات بدنا ننتبه عليها، في عندنا زاوية الدخول، زاوية الماكسيمم رامبج قد بدك تدخل، في عندك هون كمان كل شوط، فهون كمان معطيات لازم ننتبه عليها. راح نقول اوكي، راح اعطي سيميليور. السبيرالي بهذا الشكل بيقطع. هذا كان سبيرال، رح ناخد أمر تاني نشوفه ونجربه. على سبيل المثال ناخد أنا تاخد هي الغطس، الزجزاج نشوف شو الزجزاج كيف رح يكون الشكل. طبعا انت هون بدك تشوف قد وقت راح يطول معك، كمان هون بيعطيك الوقت
كل عملية شغال بتتطور مع كل حسب الأداة كمان ضمن هاي العملية راح تتحمل شغال التحمل كمان. بعدين يجينا بروفايل اوكي طبعا كل عملية انت فيك تتحكم فيها مثل هاي ادنى عملية القطع الى القطر الدائري الى انت فيك تتحكم فيها تصغر تكبر، بس طبعا لا يجوز تكون اصغر من الاداة. راح نجيب أو ناخذ الأداة الأمر خليها بهذا الشكل هنشوف ناقص 20 صار. طبعا هاي العملية كان يفضل انه نستعمل اداة كبيرة، كان يفضل انه نستعمل اداة كبيرة وبعدين اجري عملية فينش باداة قطرة اصغر. يعني هون كان 10 عاطيني، كان انه استعمل 8 او اقل حسب هون انه مشان احصل على انه تكون نضيف هون الحافة هاي. والأداة الكبيرة كانت تفرق معي في العمل في الوقت.